في هذا الفيديو سأتكلم عن الأسمدة العضوية الذي يمكن استخدامها في التسميد وخاصة للخضروات أو الفواكه نلاحظ هنا أنا أستخدم دائما الأنواع الخس الثوم في زراعة المنزل دائما أسمدة طبيعية وأتجنب الأسمدة الكيماوية لانها بدون نقاش يعني ضارة الاسمدة الكيماوية تكون ضارة لجسم الانسان ولكن بالنسبة لاستخدامها لأشجار الزينة ما فيها اي مشكلة او للاشجار الصغيرة الذي لم تثمر بعد وتحتاج سنين حتى تثمر او عندما تبدأ بعقد الزهار يمكن التوقف فيه ولكن يجب ان تكون عارف متي توقف توق-توقف الاسمدة الكيماوية. لتجنب المشاكل الصحية للإنسان أو لك. فالأسمدة العضوية أو العضوية هناك عدة أنواع يمكن تستخدمها. هذا الكمبوست المنزلي الذي سويته من مخلفات أو بقايا الخضروات والفواكه. وكذلك قشر الموز لم اكثر من قشر الموز لدي فيديو اشرح ذلك نلاحظ هنا هذا ان النتيجة يمكن الان استخدام هذا خاصة للخضروات والفواكه الذي يزرعها هو سماد طبيعي احد السمد الطبيعية هذا كل سنة اسوي نفس الكمية هذه او الحجم اقوم الان بتقليبه مرة في الاسبوع في الايام الباردة في الايام الحر كل يومين كل ثلاثة ايام يفضل وضعه بكيس مثقب هناك فيديو يشرح كامل كيف تسويه في كيس يكون عندي فيه ثقوب وجيد التهوية حتى لا يتعفن ويص... ويقتلب بعدين الى تعفنات وبكتيريا تقتل النبات نلاحظ هنا شيء نبات يظل انه جيد فهذه احد الاسمدة الطبيعية خالية من أي كيماويات وأنا أفضل المأكولات آه الأشياء التي تؤكل أو الخضروات والفواكه يجب تزميدها بسماد طبيعي السماد الثاني الطبيعي هو أوراق الأشجار أقوم بتجميعه في الخريف واضعه في أكياس هناك فيديو أشرح ذلك كيف تقوم بتخميره برشه بالماء هذا السلم يتخمر آه بسبب برودة الجو ولكن أجمعه في كيس اقوم بتقليبه على حسب الجو اذا كان حار كل يومين واذا كان الجو بارد كل اسبوع ارشه بالماء بين حين الاخر لا يغمره غمر وانما رش واستخدمه كسماد بعد ذلك او خلطه مع التربة الذي سازرع فيه النبات فهو يحتوي على النيتروجين العالي فيعتبر من الاسمدة النباتية الطبيعية فهذه أسمدة تعتبر مجانية يمكن أن تستخدمها كذلك في الزراعة المنزلية أو حتى في زراعة الحدائق والأراضي الزراعية إن كان لديك أرض زراعية الأسمدة الأخرى الطبيعية هي سمادة الحيوانات المواشي الطيور أي سماد حيواني مخلفات الحيوانات آه هذا يعتبر سماد طبيعي ويجب ان تكون السماد محلل ويعني آه ليس من الاسبال من الاسطبل على طول على النباتات لانه سوف يقوم برفع درجة حرارة التربة وذلك حرق الجذور هذا يستخدم فقط في آه في الخريف والشتاء اي في الايام الباردة آه ويجب ان يكون محلل فسماد الحيوانات تعتبر أفضل الأسمدة للنبات الطبيعية وخاصة أسمدة مخلفات الطيور فهي تحتوي على العناصر الغذائية بشكل عالي أما هذه تكون منخفضة نوعا ما فهذه هي الأسمدة الذي أفضلها وأنصح باستخدامها لزراعة الخضروات والفواكه في المنزل هذه افضل من الاسمدة استخدام السماد الكيماوي اذا كان لديك اشجار زينه ان تستخدم سماد كيماوي هذا ما فيش اي مشكله ولكن انا انصح للخضروات والفواكه التي تستهلكها الفواكه او قد يمكن تستخدمها في البدايه الكيماوي ان لزم الامر ولكن عندما تزهر او تثمر هنا نتوقف نهائيا عن استخدام السماد الكيماوي فهذه هي الأسمدة الطبيعية التي يمكنك أن تستخدمها وتتجنب السماد الكيماوي سماد منزلي كذلك هو تفل القهوة هذا هو بواقي القهوة وقوم بتجفيفه طبعا ما لا تحطه مباشرة عندما يكون رطب على التربة لأنه سوف يقوم بالتعفن ذلك أقوم بتجفيفه ووضعه في كيس جيد التهوية وإلا سوف يتعفن لذلك ضعه تحت الشمس حتى لا يتعفن ويمكن استخدامه وكذلك السمد لأشجار الزينة أو الخضروات أو الفواكه فهو على نيتروجين عالي هذه الأسمدة ليست كافية بالغرض لكن أفضل من الأسمدة الكيماوية تفل القهوة كذلك ماء الأرز عندما أطبخ رز بالبيت وتبل الرز يمكن استخدام ماء الأرز قشر الموز ماء الموز والجميع الأسمدة الذي نشاهدها في في الفيديوهات واليوتيوب والأشخاص اللي يتكلموا عنها ولكن هذه الأسمدة ليست كافية بالغرض لذلك إن أردت سماد طبيعي أستخدم كما ذكرنا المواشي أو في مصنوع في البيت هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته